بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جديد من كنوز السنة لا أعلم أكثر الناس، دعاء وأذكار تقال بعد صلاة الصبح. لو أنك قلتها وواظبت عليها وفيت من أكثر الأمراض، وفتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت. وحديث صحيح له كثير من العلماء ولا يعلمه أكثر الناس، روى الإمام الطبراني الحافظ الطبراني في المعجم من حديث أنس بن مالك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قبيصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث له روايات كتير، في رواية فيها الأذكار فيها الدعاء بس، وفي رواية فيها الأذكار، فالرواية اللي فيها الأذكار عام وأشمل وأكمل. قال يا خالة، عندما جاء له الرجل قال يا خالة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للرجل قال يا خالة، أتيتني بعد أن كبرت سنك ورق عظمك واقترب أجلك؟ فقال يا نبي الله، أتيتك بعدما كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وافتقرت فهمت على الناس. فقال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من الروايات وما بقى من شجر ولا مضر ولا حجر إلا وبكى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لبكاء النبي شفقة على هذا الرجل. فقال يا رسول الله، افتقرت فهمت على الناس، أفدني يا نبي الله، فإني شيخ نسي. وفي رواية فإني شيخ سيء، يعني شيء سيء الحفظ للأسف، لا تكسر علي، يعني ما تعلمني، علمني بس ما تعلمنيش حاجات صعبة يصعب علي حفظها. فقال له أعلمك دعاء تدعو به كلما صليت الغداء، يدفو عنك به عنك البرص والبنون والجزام والفالج، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. دي رواية. في رواية تانية، إذا صليت الغداء قل سبحان الله العظيم وبحمده أربعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله أربعا، يطيق الله سبحانه وتعالى أربعا لدنياك وأربعا لآخرتك. فأما الأربعة التي لدنياك، أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من الجذام والبرص والجنون والفالج. الفالج اللي هو الشلل، طبعا مش مقصود بس الأمراض دي، لا، هو يعني هو بيكلموا على الامراض الشائعه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن. لكن اذا كان الدعاء ده او السنه دي بتعافي من هذه الاربعه، لا، اكيد تعافي من امراض ثانيه كثيره. ويعطيك الله سبحانه وتعالى اربعه لاخرتك، فقل الاربعه الاخيره بقى انك تقول هذا الدعاء: اللهم اهدني من عندك، وافضي علي من فضلك، واسبغ علي من نعمتك، واسبغ علي نعمتك، وانزل علي بركتك. دي رواية. في رواية تانية: اللهم اهدني من عندك، وافضي علي من فضلك، واسبغ علي رحمتك، وانزل علي بركاتك. مش بركاتك، ودي اصح او مش اصح، هو كله ان شاء الله كله صحيح، لكن الدعاء ده الجزء التاني ده يعني عام واشمل. في رواية تالتة: وانشر علي من رحمتك، وانزل علي من بركاتك. انا هكتب لكم الحديث تحت في الوصف بتاع الفيديو، عشان ممكن تقول الدعاء باكثر من صيغه، يعني قول دي وقول قول قول الصيغه دي والصيغه دي، ما فيش اي مشكله، ده يكون عام واشمل. ف طبعا غير فضل العظيم لسبحان الله العظيم وبحمده، لان اعظم من انفاق جبل ذهب في سبيل الله، زي ما قلنا قبل كده في ادروس كتيره. وانا قلت كمان انها في روايه من الروايات ان ربنا بيبني لك بيها مدينه في الجنه، سبحان الله وبحمده. طبعا لا حول ولا قوه الا بالله غنيه عن التعريف، معروف فضلها العظيم انها كنز من كنوز الجنه، وباب من ابواب الجنه، وتدفع 70 بابا من البلاء، وشفاء من 99 داء، واللي يقولها 100 مره كل يوم لا يفتقر ابدا، لا تصيبه فقط ابدا، والكلام ده كله قلته في دروس كثيره قبل ذلك. فالشاهد هنا من الدعاء ده يفتح لك ابواب الجنه الثمانيه. فتقول سبحان الله العظيم وبحمده اربع مرات، لا حول ولا قوه الا بالله اربع مرات، اللهم اهدني من عندك، وافضي علي من فضلك. دي ثابته في الدعائين في كذا، في كل الروايات. في روايه: واسبغ علي نعمتك، وانزل علي بركتك. دي في روايه ثانيه: وانشر علي من رحمتك، وانزل علي بركاتك، او اسبغ علي رحمتك، وانزل علي بركاتك. فممكن تقول الدعاء باكثر من صيغه، يكون هذا يكون عام. وانا هكتب لكم الكلام ده في الوصف، انسخوا هذا الكلام وانشروه، نشر هذا العلم في طلبه العلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.